جولة على أبرز محطات الفنية والثقافية. ومن بعد غياب سنة عن مصر بترجع برعاية أهل مصر لعلاج الحروق السيدة ماجدة رومي لأحياء احتفال غنائي ضخم بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات وذلك بتاريخ 20 أيار. نسمع من ماجدة دائما بالاجواء الموسيقيه. امسيه مع فرقه عنوطة رح بتقدم خلالها اعمالها المنوعه بين الجاز الموشحات بالاضافه الى اغاني رح بتقدمها بتوزيع جديد مع بترا حاوي، رغيد الجيديني، وجدي ابو دياب، زاهر حمادي، علي صباح، جهاد صغيب. والموعد الليله ابتداء من الساعه 10 المساء بمقهى راديو بيروت. منتابع ومننتقل إلى الأعمال المسرحية. بتدعي كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة البلماند بالكورة إلى حضور مسرحية بعنوان عساف والعظمة، تمثيل زياد نعمة، زكي دياب، رشد الناوي، روكسان داوود وغيرهم، والعمل من إخراج شارل ديك. امبارح كان العرض الأول واليوم العرض الأخير الساعة 7 المساء بأوديتوريوم الحريري جامعة البلماند بالكورة. كرييت موشنز بتقدم الفنان والموسيقي افو ديمرجيان لايف ان كونسرت نهار الجمعه المقبل 15 شهر ابتداء من الساعه 9 المساء بالدام كوستيل بالدوره. وبنسمع من افو. ايضا من اخبارنا وبدعوه من رعيه مارجريس ذوق الخراب بدبيه الى المشاركه بالاحتفالات اللي رح تقام بعيد مارجريس وذلك ايام الجمعه السبت والاحد 22 23 و24 نيسان. ومن محطاتها ريسيتال ديني مع المرنمه رانيا يونس نهار الجمعه 22 شهر الساعه 9 المساء يلي عم نسمع منها هلا. الفنانه ريما زايد والفنان كارلوس السبت 23 ابتداء من الساعه 9:30، ونهار الاحد نشاطات خاصه بالاطفال مع مسرحيات بباحة الكنيسة بدبي. يا حلوة قالت نعم وكان صمت. بالذكرى الأولى لرحيل المسرحي اللبناني الكبير ريمون جبارة دعوة إلى حضور فيلم وثائقي بعنوان جبارة من بعد مناقشة مع معد الفيلم والمخرج نصر البراكس. مثل ما صرتوا بتعرفوا الفيلم بيحكي عن أبرز محطات المسرح ريمون جبارة مع شهادات حية لمسرحيين اشتغلوا معه وعاصروه. الموعد بكرة الخميس 14 الشهر الساعة 7 المساء بمقهى تي مربوطة بالحمرة. المهمين والقادرين والبارزين له حضور على المسرح، حضور طاغي. من 67 لهلا برمت كثير بالعالم وشفت كثير اعمال مسرحيه. انا بقول انه الفتره الذهبيه تبع المسرح الحديث والمسرح اللبناني عامه اللي بلش من 66 لا ما قبل الحرب اللبنانيه كان رائع ويضاهي الاعمال المسرحيه يلي انا شايفها بالعالم من كل النواحي. بيروت بيعزها، بيروت الثقافي، بيروت عاصمه العرب الثقافيه، بيروت المسرح، بيروت الحريه. بخبر أخير، أعلنت جمعية مهرجانات بيروت الثقافية عن برنامج الدورة الأولى يلي رح تقام من 17 ل 22 أيار المقبل بواجهة بيروت البحرية. افتتاح وختام المهرجان رح بيكونوا مميزين. الافتتاح رح بيكون مع عرض بصري موسيقي بعنوان رواية بيروت بيستعيد بأحدث تقنيات أهم الحقبات التاريخية يلي مرقت فيهم العاصمة مع مرافقة لعزف موسيقي من الموسيقي جي مانوكيان يلي عم نسمعه هلا. وهالأمسية بتنعاد ب 18 و19 الشهر.
ختام المهرجان كمان رح بيكون مميز ب 22 الشهر، هو عرض يعتبر الاول من نوعه بلبنان مع سيارات الفورمولا 1 مع السائق الاسباني كارلوس سانياز جونيور. النشاطات كلها رح تقام داخل قبه دائريه عملاقه مساحتها 3600 متر وبتساع ل 1800 شخص، استخدمت خصيصا للمهرجان. بيبقى في تاريخ واحد ما ذكرنا الفنانين، هو 21 الشهر مع الفنانين اللبنانيين راغب علامه ونانسي عجرم. بكل الأحوال اليوم في تقرير بيقطع خلال الحلقة بيعطينا كل التفاصيل حول المهرجان. هيك ممكن وصلنا لختام جولتنا على الأخبار الثقافية والفنية لعن جوال وأحوال طرقات. مباشرة لغرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، اليوم معنا على الخط المؤهل محمد ظاهر. صباح الخير. صباح الخير، كيفك اليوم؟ يعطيكم العافية. الله يعافيك، تفضل. مبدئيا أول شيء بنتمنى من المواطنين يعني القيادة بحذر بهالأجواء الماطرة خوفا من الانزلاقات والحوادث خصوصا على المناطق المرتفعة. نعم. بالعودة أن حركة السير عم تشهد مداخل بيروت حركة سير ناشطة إلى كثيفة. مدخل بيروت، نبلش مدخل بيروت الشرقي، عندنا تعطل شاحنة أول شيء على الطريق اليرزي باتجاه الصياد، سبب هالشيء ضغط سير بالمحلة، تتحسن تدريجيا بعد مفرق اليرزي باتجاه الصياد، عم يعمل عناصر مفرق السير بعدها على معالجة حركة السير بالمكان. نعم. مدخل بيروت الجنوبي عندنا حركة سير كثيفة من خلدي باتجاه الأنفاق وكذلك باتجاه الوزاعي ومن خلدي باتجاه مفرق بشامون عرمون شويفات حتى الحدث. مدخل بيروت الشمالي حركة سير كثيفة من مفرق غزير حتى جسر الأكار، بتتحسن تدريجيا على نفق نهر الكلب، بترجع عنا كثيفة من جسر الضي الفهود، بتكمل كثيفة باتجاه جسر انتلياس حتى زلقة الكارنتينا. كذلك عنا حركة سير كثيفة من ساحة انتلياس باتجاه الأوتوستراد بوليفار سن الفيل، عنا حركة سير ناشطة من نهر الموت باتجاه الصالومة إلى كثيفة من الصالومة باتجاه الحايك نزولا حتى جسر الواطي. نعم. بالنسبة لحركة سير داخل عاصمة بيروت عنا أول شيء نفق العدلية باتجاه المتحف، حركة سير كثيفة بتكمل باتجاه البربير كورنيش المزرعة، قصقص باتجاه تقاطع عمر بيم حتى العملية بشارة الكوري حركة سير كثيفة، وجسر الكولا حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم سلام ومن المدينة الرياضية باتجاه مستديرة الكولا. نعم. هذا كل شيء بالنسبة لحركة السير حتى الساعة. بالنسبة لحوادث السير، هل زادت النسبة بسبب الأمطار؟ لا، الحمد لله رب العالمين، يعني ضمن 24 ساعة تسجل عنا 6 حوادث نتج عنهم جرحى، 7 جرحى عفوا. الحمد لله ما في ضحايا، الحمد لله رب العالمين. نعم. إذن نحن بكرة بنرجع بنحكيكم باتصال جديد، بنتشكرك على كل هالمعلومات المؤهل محمد ظاهر. بنرجع بنتوقف مع فاصل جديد وبنرجع، خليكم معنا.